حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل الوطن بمجلس الشيوخ. مهندس حسام، أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة، واليوم قرارات حكومية مهمة جدا لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري، تثبيت أسعار الكهرباء لغاية 30 يونيو المقبل والبنزين لغاية ديسمبر 2022، تقديم يعني مشروعات للبرلمان من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن المصري، ضم 30 قرية جديدة لمشروع أو لمبادرة حياة كريمة، عدم رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات، كلها يعني صرف مساعدات استثنائية لتسعة ملايين أسرة لمدة 6 شهور مقبلة وغيرها من القرارات، كيف تراها اليوم؟ أهلا بحضرتك. لا يعني أنا بشوف القرارات دي قرارات قوية جدا، جريئة جدا، أقدر أقول جريئة كمان، لأن المواطن اللي بيسمعنا ممكن يقول 300 جنيه و200 جنيه و400 جنيه والبند الثاني إيه، لا اضربوا في الأعداد. لسه كنت بقول كده، في الآخر 67 يعني مليار. بالظبط كده، يعني هو مفروض الخبر، أنا بتكلم على العموم، ينتشر إن الدولة بتدي الاول كم مليار وبعدين ندخل في الزيادات، لان كتير قوي من الناس لما بتسمع ارقام تبتدي تحلل الاول الرقم كرقم بس، مش الرقم في العدد، الرقم في العدد ده اللي يساوي الحمل اللي على الدوله في وقت صعب قوي، في وقت احنا لسه طالعين من مؤتمر اقتصادي وقبليها في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فاهمين الميزانيات وفاهمين الوضع العالمي ماشي ازاي، ولا والزياده المره دي كمان بيقابلها تثبيت في اسعار سلع كتيره وتثبيت في رسوم الخدمات الحكوميه، وده في ظل ازمه اقتصاديه في العالم. ما هو ده اللي انا اقصده التاني، ما دي فلوس. هو انا لما بثبت ده فلوس، انت ما بتثبتي الوقود دلوقتي لمده، لان انا دافع كدوله سعره بالظبط كده، بالكامل، في حين ان الوقود بيرتفع في العالم كل يوم، وبالتالي في الدول مش هقول الاكثر غناء، لا الاكثر غناء ب 200 مره، اللي عندها احتياطيات وشعوبها عدت عليها الرفاهيه من 100 سنه ما بتستحملش يوم، دي بترفع كل يوم. كل يوم الطاقه بتترفع في اوروبا او بترفع في امريكا، ما لهمش دعوه. ما فيش حد بيقول هثبت اسعار مواصلات، محدش. وبرضه المشاهد يقول احنا مش زي بره، لا كل بلد ولها مشاكلها، احنا زي بره ده ليها مشاكل ودي لها مشاكل، واذا كان اللي بره بيقبض ايه وانت بتقبض ايه، فهو بيدفع كام في الشقه وبيدفع في كام في الكهرباء وبيدفع كام في التدفئه، اللي لو ما شغلهاش يجمد يموت من البرد. الحمد لله ان احنا عندنا المناخ بتاعنا كده، الحمد لله. لا في اعباء غير عاديه على المواطن الاوروبي، غير عاديه ان ممكن المواطن نسبه الضرائب، احنا بنتكلم هنا على 23 و26%، انت هناك بتتكلمي على 45% و50%، لا قصص مختلفه. اللي انا اقصده وانا بقول جرأة، لأن الدولة لما تعمل هذه القرارات لمساعدة المواطن في هذا الظرف، قليل قوي 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 من الدول اللي تقدر تاخد القرارات الجريئة دي، دي قرارات جريئة لأنها بتتحمل أعباء غير عادية. وبعد إذن حضرتك برضو، أنا كنت سمعت في ضيف عند حضرتك وهو بيقول على القطاع الخاص، أنا بتكلم أستاذ مجدي البدوي. بالظبط استاذ مجدي، طبعا يعني انا مش بتكلم باسم القطاع الخاص، ولكن الوضع الطبيعي القطاع الخاص بيحاول يعمل كل ما يقدر عليه، ولكن مش عاوزين نضغط، انا بتكلم على العموم، لان القطاع الخاص ممكن ليه مزايا تانية في حوافز في اوفر تايم، يعني لهم اسلوب تاني غير الاسلوب الحكومي. الموظف الحكومي بيبقى محدد، إيه انت مرتبك كذا وحوافزك كذا بحد اقصى كذا، ما بيقدرش يعديها. القطاع الخاص لا، القطاع الخاص اشتغل، ممكن يبقى هو بياخد 2000 جنيه حد ادنى، انما هو اصلا بيوصل 7، ده
بيوصل 8 بيوصل 60 انا بتكلم على العموم. وهي لما العجله تدور والقطاع الخاص يتاثر ويستفيد من يعني الانجازات اللي حاصله بالتاكيد هيبقى اوتوماتيك، هو هيبقى محتاج يريح الناس اللي بتشتغل. ده بص حضرتك ده وضع طبيعي. مع العلم ان القطاع الخاص في الفتره اللي فاتت 7-8 شهور دي عنده مشاكل ضخمه جدا من العمله، من عدم الاستيراد، من مصانع، وبالتالي يعني انا كنت الحقيقه في حديث سابق كنت بناشد كل رجال الاعمال مش بس ان هو يزود، لا ان هو ما يفكرش يقلل، يحافظ على العماله. بالظبط كده، ده مهم أو جدا. فتره إيه، شهر 2-5 وهنعدي بيها، واللي انت بتسنده دلوقتي هو اللي فتح بيتك. انا بتكلم على القطاع الخاص، على صاحب المشروع، هو اللي فتح بيتك وهو اللي بامانته بيشغلك وهو اللي بامانته بيجيب لك فلوس، فهي معادله متزنه مش معادله من طرف واحد، لازم هي من طرفين. اشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس حسام الخولي رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب مستقبل الوطن بمجلس الشيوخ.